تقريبا الفريقين يعني الهلال والمريخ، خلينا نتكلم بشكل عام، الهلال والمريخ وحتى المنتخب الوطني، إذا كانوا ديل أعمدة رياضتنا في السودان، نتكلم عن المنتخب الوطني، الهلال المريخ المتابع لمشاكلهم الفنية ومشاكلهم الإدارية، ما قاعد نصل من سنين طويلة، ما قاعد نصل في يوم من الأيام إنه نكون جاهزين لمباراة مصيرية من كافة الجوانب. ولما نقول من كافة الجوانب يعني ما يكون في مشكلة إدارية، ما يكون في خلل إداري، ما يكون في خلل فني، ما يكون في مشكلة داخل الفريق نفسه في اللاعبين. الهلال بالنسبة لمباراة الأهلي المصري، أنا أعتقد إنه الهلال مباراة الأهلي المصري متوقفة فنيا على حالة لاعبين الأهلي المصري اللي كانوا موجودين مع المنتخب، فيما يتعلق بالجانب الذهني بعد الخروج أمام السنغال وصولا لحالتهم البدنية. يعني إحنا عارفين أصلا إنه الأهلي مر بحالة بدنية حق التواصل مواسم أكثر من موسم، بالإضافة إلى السفر الدائم مع المنتخب الوطني، وعدد كبير من لاعبين الأهلي المصري موجودين مع المنتخب المصري، بخلاف إنه الغيابات اللي ممكن تكون موجودة، محمد عبد المنعم مصاب، زاد عليها إنه أمس في مباراة الأمس رامي ربيعة يتصاب اللي هو قلب الدفاع الاحتياط، فما معروف موقف باقي اللاعبين كيف. فالحالة دي نفسها ممكن تأثر، أغلب اللاعبين مع المنتخب مع الأهلي المصري هم لاعبين دوليين، حتى الأجانب ممكن نتكلم عن الجنوب أفريقي يلعب للمنتخب الجنوب أفريقي، المالي ديانج ديانج موجود مع المنتخب المالي وكان في سفر طويل من مالي بعدها لتونس. فالفكرة الأساسية فكرة إنه حالة الأهلي المصري هي الأقرب، المسألة دي ما تقليد من رغم كل الحاصل حكيته؟ نعم، ما تقليل من الهلال، عشان الناس ما يفهم انه احنا قاعدين نقلل من الهلال، الهلال كيان كبير، المريخ كيان كبير، لكن الواقع الاداري في الفريقين في المنتخب الوطني واضح للجميع. جميل.